التليفون ده مهم. ها مستنيه انت. الو ايوه كابتن وائل جمعه، اهلا بيك. الصخره. مساء الخير يا ابراهيم، ازي حضرتك؟ ازي كابتن عدلي، منورين والله. انت منورنا، ومكالمه جايه في وقتها، لان لسه بنتكلم ان احنا في فقاعه مش عارفين نشوف الاصدقاء الغاليين علينا قوي هنا، فاحنا عايزين نعرف خارج الفقاعه دي في ايه. خليك والله، انت وكابتن عدلي منورين جدا، وما تتخيلش كميه الزعل اللي احنا فيها ان احنا مش قادرين نشوفكم او نتواصل معاكم ونفتكر الايام الحلوه يعني اللي عشناها مع بعض دايما، وان الاهلي يبقى قريب مننا واحنا مش قادرين نشوفكم، دي ايه يا استاذ وائل، حته مش عارفين نشوفكم بسمعها كتير. يعني هل دي تعليمات الفيفا؟ هل في اجراءات طبيه؟ هل في محاولات؟ انت سفير مثلا، سفير للبطوله ملف 22 بطوله العالم، فحتى بهذه الصفه ما انتش عارف تجي لنا؟ والله يا كابتن عدنان، عملت المستحيل عشان على الاقل اوصل اروح المطار حتى مثلا اقابل الفريق واتواصل مع الناس وكده، ما يعني ما كانش ينفع طبعا. قالوا لي مستحيل، ان يعني التنظيم والاجراءات كلها تابعه للفيفا، ما لهاش علاقه بلجنه المشاريع والارث هنا المسؤوله عن الرياضه في قطر وتنظيم الفعاليات والامور اللي بتحصل في قطر في خلال الفتره اللي جايه كلها لغايه كاس العالم. فبما فيها ان انا سفير لكاس العالم، قال لك الاجراء الوحيد اللي احنا نقدر نعمله لك ان احنا نخبرك في الفندق 3 ايام قبل الفريق ما يوصل، تسلم عليهم وتخرج مره ثانيه، يا اما تفضل قاعد في الفندق معاهم على طول. فطبعا ظروف الشغل ما تسمحش ان الواحد يبقى يعمل كده، فحزين جدا 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 على الموضوع ده. لا باذن الله ما تحزنش. الناس بتقوله والكلام الكتير الواحد بيسمعه، يعني طبعا ده كلام يعني انت لا يمكن تاثر ابدا يا وائل، ان هو ولا ليه اي لازمه. يعني نادي الاهلي بيتنا وكلنا، سواء انا او ابو تريكه او اي حد موجود هنا في قطر بيحب النادي الاهلي، مش منتمي للنادي الاهلي، بيحب النادي الاهلي بس، فيتمنى ان هو يزور النادي الاهلي، ويتمنى ان هو يتواجد مع بعثه النادي الاهلي ويبقى قريب منهم. انت ما تتخيلش الناس كانت فرحانه قد ايه يا كابتن عدي لما النادي الاهلي وصل كاس العالم للانديه واتعرف ان النادي الاهلي جاي قطر. كميه الناس والناس المتشوقه والمنتظره لوصول النادي الاهلي يعني ما تتخيلش. والله احنا يا كابتن وائل لما حصل طبعا الاجراءات الكورونا والحظر، فبالنسبه للتنظيم، التنظيم جاي من الفيفا، الفيفا هو المسؤول عن النقطه دي. والناس اللي بتقول الكلام ده كابتن عدي وسوريم، ناس ما تعرفش يعني ايه فيفا وما تعرفش يعني ايه بطولات. صحيح، هم مش مدركين الموضوع، بعيد عنهم جدا يعني. صحيح كابتن وائل، بقى انت واحد من اصحاب الارقام القياسيه في بطوله العالم للانديه، عندك 4 مشاركات ولا 5؟ عندي 5 مشاركات. 5 مشاركات ما شاء الله لاخر وقت. قول لي، طيب شايف بقى البطوله دي وشايف مباراه الخميس الاهلي والدحيل ايه؟ يعني انا مركز مع فرقتنا طبعا، الحمد لله الفرقه كويسه الحمد لله، والامور ماشيه بشكل كويس جدا، بعيد عن الضغوط اللي الناس بتحاول تصدرها ان النادي الاهلي سيء والنادي الاهلي عنده مشاكل. شوف ارقام النادي الاهلي وشوف الاداء اللي النادي الاهلي بيقدمه، لعيبه حتى في البطوله دي انا متفائل خير ان شاء الله ان هم هيبقوا ويظهروا بشكل افضل كمان من الـ من الـ من اللي ظهروا فيه الفتره اللي فاتت في مباريات الدوري. يعني امور كتير تسببت في ان الشكل يبقى مش عايز اقول متذبذب النادي، انما النادي الاهلي مش بعيد عن صداره الدوري، وفي صداره الدوري وهو الافضل وهو الاحسن اداء، بيسيطر على كل المباريات فنيا، بيوصل للمرمى اكثر من مره، قليل جدا ان يجي عليك خطوره في خلال المباريات، انما بتهدر فرص كتير، ودي كلها علامات ايجابيه على مستوى الفرقه. النادي الاهلي لو ما وصلش المرمى المنافسين اقول لك الفريق وحش، لو الفريق ما بيضيعش اهداف في المباريات اقول لك الفريق وحش، انما الفريق يمتلك جوده كبيره من اللعيبه دلوقتي واداء في كل الخطوط مميز جدا، عندنا افضل حارس مرمى في افريقيا، عندنا في الدفاع لعيبه ممتازه، مش عايز اذكر اسم لان كلهم كويسين، عندنا احسن نص ملعب بالنسبه لي في رايي هو احسن نص ملعب موجود في افريقيا. في الهجوم احنا محتاجين نستقر بس على الاسماء اللي تلعب في المباريات، انما ضغط المباريات اكيد هو اللي بيجبر المدرب على التغييرات الكتير اللي بتحصل في الفريق. فبالنسبه للمباراه النادي الاهلي الجماعيه اللي عنده ان شاء الله يقدر
انه يقدم المنتظر منه. فريق دحيل فريق محترم وفريق مميز جدا في خط الهجوم يا ابراهيم وكابتن عادي، عندهم لعيبه ممتازه وتقدر ان هي تصعب الامور على النادي الاهلي جدا. انما انا عندي ثقه كبيره في وسط ملعبنا انه هيبقى كلمه السر في المباراه دي، نميز الهجوم الدحيل عن بقيه الفريق ونستغل الثغرات لان في اخطاء في الدفاع عندهم نقدر ان احنا ان شاء الله نسجل منها اهداف يعني. ان شاء الله كابتن وائل هتحضر المباراه في الملعب ولا برضو لازم تعمل مسحه علشان تقدر تحضر؟ هو احنا ان شاء الله الاستوديو بتاع المباراه عندنا هيبقى في المباراه، وبرضو احنا هنعمل مسحه. مش واحد هيدخل الاستاد يا زرايم مش يقرب ده على فكره، انا عرفت ان الجمهور نفسه الجمهور نفسه هيتعمل له مسحه. يعني صارمه على كل الناس، ما فيش استثناءات لحد يعني. حتى الجمهور انا سمعت انه هيعمل مسحه قبل ما يخش برضه. حتى الجمهور طبعا، حتى الجمهور وهم هنا في الصراحه بيهتموا بالاجراءات الطبيه جدا جدا جدا. يا كابتن عادي في نهائي كاس الامير اللي من فتره بسيطه جدا الشهر اللي فات ده عمل مسحه للجمهور قبل المباراه بحوالي 45 دقيقه تقريبا او نص ساعه وتبان نتيجتها يعني. جمهور الاهلي ان شاء الله هيكون حضوره كبير، لان انا عرفت ان التذاكر نفذت وكان اقبال الجماهير المصريه عليها كبير. يا ابراهيم انت لو الملعب مليان والحضور كامل كنت شفت جمهور النادي الاهلي صحيح في قطر وتشوق الناس للحضور المباريات، كان هتلاقي 60,000 اللي هم ساعه الاستاد دول يعني كلهم اهلي. فطبعا يعني الكورونا والاجراءات الموجوده المتخذه والمتابعه في 30% هتحد طبعا من قله الناس، انما لو حتى احنا متعودين لو جمهور الاهلي حتى لو 5,000 في الملعب هتحس بصوتهم وتسمع وتشوف مساندتهم للفريق عامله ازاي. فيعني كابتن وائل يعني المصريين والجاليه المصريه شفنا حجم يعني الاهتمام من الجماهير بالنادي الاهلي ومدى الشغف واللهفه على لقاء فريق النادي الاهلي، لكن هل للاهلي شعبيه لدى الجنسيات الاخرى المقيمه هنا في يعني شعرت بشعبيته ولا هي قصيره على الجاليه المصريه؟ لا طبعا النادي الاهلي شعبيته عالميه دلوقتي يا كابتن عدلي، ونادي وصل للعالميه يعني مش نادي بيلعب على مستوى القاره بس، لا النادي الاهلي اسمه يتواجد في مكان في بطل اوروبا لمده 5 دورات على يعني في كاس عالم يا كابتن عدلي. فده دي نقله ثانيه، احنا بقينا يعني مصنفين دلوقتي يا كابتن عدلي في تصنيف مختلف تماما عن افريقيا، يعني حاجه تشرف طبعا كل منتمي للاهلي. ففي طبعا الجنسيات العربيه هنا عارفه النادي الاهلي كويس جدا وبتتابع النادي الاهلي وبتتابع اداؤه وبتتابع المباريات وبتتابع لاعبينه حتى، يعني انا في ناس جنسيات عربيه معانا بدون تحديد اسماء حافظه النادي الاهلي وحافظه مبارياته وحافظه مواعيد المباريات بتاعته. لا في طبعا في متابعه كبيره جدا جدا من كل الناس اللي متعلقه بالكوره، لان النادي الاهلي يعني بقول لك اصبح ترند عالمي مش فريق داخل القاره او داخل مصر بس يعني. كابتن وائل وانت واحد من اصحاب الجيل الذهبي بقى اللي عندهم الرقم القياسي في البطوله دي، تقول ايه للاعيبه الاهلي تحديدا؟ يعني لو انت ليك الكلمه للاعيبه الاهلي كلهم تقول لهم ايه؟ يعني اقول لهم ان احنا فخورين بوجود النادي الاهلي هنا ووجودكم انتوا هنا، انتوا كتبتوا تاريخ جديد زي اللي احنا كتبناه قبل كده، ونتمنى لكم التوفيق وبدون ضغط احنا كل تفكيرنا وكل تركيزنا في الخطوه الاولى. انا افكرهم بموقفنا في 2005 وانت كنت موجود معانا كابتن عدلي في اليابان. أيوة. رحنا بطموحات كبيره جدا، كان موجود ليفربول في البطوله دي وفكرنا في كل حاجه في البطوله الا المباراه الاولى. ايوه خسرنا وكان شكلنا ما ظهرناش بالشكل المنتظر مع ان كنا يعني في امال كتيره جدا جدا محطوطه علينا، انما انتوا مجموعه كويسه وفرقه بتلعب جماعيه وفرقه بتحب بعض، تركيزكم زي الفتره اللي فاتت، عايزينكم تظهروا كل واحد يظهر بالشكل اللي هو يرضي بيه عن نفسه ويرضي ناديه ويحافظ على صورته ويحافظ على صوره النادي الاهلي، ويعرفوا ان هم بيمثلوا صوره اسم مصر طبعا في بطوله عالميه بيحضرها بطل اوروبا اللي هو البايرن.
يعني فنتمنى الظهور بشكل كويس وبدون ضغوطات وبدون تفكير في امور كتير جدا. انت جاي هنا بطل قاره افريقيا وجاي تحتفل مع ابطال القارات. أيوة. وبالنسبه للتهليل من قيمه البطوله، لا، البطوله ليها اسم وليها تاريخ كبير، ومجرد مشاركتك كبطل في بطوله عالم ده حاجه تزيد الاهلاوي فخر بفريقه ان هو تواجد للمره السادسه على يعني توالي في كاس العالم للانديه. يعني مساله التقليل ده كلام بيتقلل يعني للاستهلاك الاعلامي، ليس الا يعني دي بطولة العالم للقارات للأندية، يعني ايه اعلى من كده؟ مفيش اعلى من كده بالنسبة للأندية. لكن اعتقد برضه كابتن وائل يمكن يبقى السؤال، رهانك مع زمايلك في الاستوديوهات تشعر ايه؟ الدنيا رايحة ازاي؟ هل شايفين المباراة هتبقى متكافئة؟ حظوظ الفرقتين مع بعض موجودة ولا حد بيرجح كفة حد على حد؟ انا اتكلم عن نفسي ومن خبرتي يا كابتن عدلي، المباراه دي 50-50 قبل المباراه. داخل المباراه لو نادي الاهلي ظهر بجماعيه اللي انا اعرفها عنه بالاداء الفردي المتميز لكل لعيب، ان شاء الله نادي الاهلي هيفوز. حتى لو في فريق الدحيل، مع كل الاحترام للاعبين اللي عنده خط الهجوم، خط هجوم لاعبين ممتازين، الاربع لعيبه اللي خط الهجوم ويقدروا ان كل لاعب فيهم يقدر يخلص المباراه، انما انا رهاني على جماعيه النادي الاهلي. انا بالنسبه لي شايف الجماعيه بتاعت النادي الاهلي ممكن تحسم المباراه للنادي الاهلي ان شاء الله. هو ده فصل الكلام يا كابتن وائل، يعني اوجزت فانجزت الحقيقه، يعني حرمتنا الظروف ان احنا نشوفك، لكن كويس ان احنا سمعنا صوتك. كل الناس اللي بتوحى سعدي وابراهيم لبعثة النادي الاهلي وكل الناس اللي موجوده معاكم في الدورين اللي في الفندق، انا عايز اقول لك بس ان معلومه كمان اخيره. اتفضل. انا بيدي منكم 5 دقائق. الله الله، يعني والله يعني بتشوفنا من البلكونه ومش عارف تجي لنا. يعني تخيل كميه الحزن اللي الواحد فيها ان انا بعيد عنكم. ما هي دي اللي بيقولوا عليها العين بصيره واليد قصيره. ايوه. لا والله الواحد باذن الله يعوض كل هذا يا استاذ يا كابتن وائل. بتواصل طبعا معاهم بالتليفون كلهم، بدايه من كابتن محمود واللاعبين والجهاز وكابتن سيد وكل الناس اللي موجوده عندكم، سلامي ليهم كلهم وسلام كل الناس اللي في الدوحه اللي مش قادره ان هي توصل للعيبه وتوصل للناس اللي موجوده في البعثه. تحياتنا ليك والف الف شكر يا كابتن وائل، وموفق دايما ومستمتعين بيك كمحلل كبير الحقيقه. شكرا يا مصري. شكرا يا شكرا جزيلا للكابتن وائل جمعه، نجم النادي الاهلي وواحد من نجوم الجيل الذهبي، الجيل اللي عمل